كوباية ونص من العدس اللي بجبه غسلناه ونقعناه حوالي كده نص ساعه في ميه سخنه، تمام، او ميه مغليه، ونصفيه كويس ويبقى جاهز معانا. هنحتاج كمان 3 كوبايات من الرز البسمتي الذهبي، غسلينه ومصفينه كويس. نقدر كمان ان احنا نستبدل الرز البسمتي بالرز البلدي عادي جدا. هنحتاج كوبايه جزر مبشوره، بصله كبيره مفرومه، نص كوبايه من الفلفل الاحمر متقطع مكعبات صغيره، زيت، ميه مغليه، مكعب مرقه. هنحتاج كمان رشه من السكر، نص معلقه صغيره من الكاري، ونص معلقه صغيره من الكركم. هنحتاج كمان كمون وملح وفلفل اسود. دي مقادير المجدره بتاعتنا النهارده علشان نديها طعم حلو قوي، فهنعمل لها طشه. طشتها هتبقى عباره عن معلقه سمنه، معلقه ثوم، معلقه من الكزبره، وكمان كزبره خضراء مفرومه عشان تديها طعم حكايه. دي كده مقادير وصفتنا النهارده. بينا بقى نشوف طريقه التحضير. تعالوا بينا بقى على البوتاجاز نحط حله او وك كبير على النار علشان ياخد معانا الكميه، ونبتدي مع بعض كده نسمي بسم الله علشان نبدا الوصفه. فتعالوا بينا بقى ناخد عندنا البصل، هحط شويه زيت، ممكن نعمل خليط من الزيت والسمنه مع بعض. يبقى هنحط حل على النار تسخن بشويه زيت، ممكن معلقه سمنه او معلقه زبده معاها، وهاخد البصلايه علشان ابتدي اشوحها. هنبتدي نشوح البصله. معايا هنا رشه من السكر صغيره هحطها مع البصل، هتدي طعم حلو قوي للرز او للمجدره، وفي نفس الوقت كمان هتخلي السكر يتكرمل كده ويدينا لون حلو وطعم لذيذ جدا جدا. فيلا بينا بقى ايه نكرمل كده البصل ونديله تشويحه محترمه. هنا واحنا بنقول المقادير قلنا ان احنا معانا العدس اللي بجبه او العدس الاسود، قلنا في المقادير او انا بقول المقادير كده قلت لازم ننقعه في ميه مغليه، ده ضروري جدا علشان اخلي العدس ياخد نفس تسويه وقت او وقت تسويه الرز، فلازم يتنقع في ميه مغليه. لو حطيته من غير ما انقعه فهيطلع معايا العدس مش مستوي او هيبقى فيه تكه لسه. احنا عشان نتخلص من التكه دي وان العدس ياخد نفس وقت سوى الرز، فلازم ننقع العدس في ميه مغليه حوالي نص ساعه، ساعه بالكتير، وبعدين نصفيه يبقى معانا بالشكل ده يكون جاهز كده ان شاء الله. بينا بقى نكمل كده ونبتدي بقى نشوح البصل مع بعض مع رشة السكر. هحضر الجزر كمان والفلفل. هنا كمان ممكن اضيف حاجة لذيذة جدا لو انا بحب طعم الحاجة المسكرة او الزبيب في الرز، فهيبقى اختيار حلو جدا لو انت حطيتي شوية زبيب مع الجزر واحنا بنشوحهم كده، هيخلي برضو طعم المجدرة لذيذ جدا جدا ومختلف كده وطعمه حلو زي الرز اللي بخلطة. هقلب. هستنى بس البصل كده يبتدي يلون معايا بسيط كده واحس انه ابتدى يتكرمل كده عشان ابتدي انزل له الجزر المبشور. برضو احنا بنقول المقادير قلنا عندنا اختيارين، يا اما نختار الرز البسمتي الذهبي نستخدمه او ان احنا نستخدم الرز البلدي عادي جدا المتاح اللي تقدري توفريه اشتغلي بيه، هيديكي نتيجه الاثنين نتيجه اكتر من روعه. بدأ البصل يبتدي يغير لونه سنه بسنه. تعالوا بينا يلا نبتدي بقى لما ياخد اللون الذهبي نحط له الجزر المبشور. يفضل ان احنا نبشره على الناحيه الخشنه، في دايما في المبشره كده بتبقى ناحيه ناعمه وناحيه خشنه، خلينا في الناحيه الخشنه عشان الى حد ما يفضل شكله باين معانا ما يتهريش ويتلاشى تماما وما لقاهوش ولا اشوف شكله في الرز، فلازم يكون مبشور على الناحيه الخشنه شويه.
يلا بينا بقى ننزل بالجزر. يلا واشوح تشويحه كده. ابتدي احط كمان الفلفل الالوان، واحنا بنشوح الخضار كده تعالوا بينا نحط البهارات. زي ما قلنا عندنا كمون وكاري، رشه بسيطه ما تكتريش، بس الكمون اساسي مع العدس ضروري. حط كمان رشه من الكركم، مكعب المرقه، حط الفلفل الاسود، نقلب بقى الكلام ده كويس مع بعض علشان تبتدي البهارات تتحمص. صدقوني الموضوع ده على قد ما انه حاجة بسيطة جدا، بس بتفرق خالص في طعم وريحة الاكل اللي انت بتعمليه، انك تشوحي البهارات وتحمصيها بالشكل ده فقبل ما تحطي اي سوائل، فبتبتدي الطعم بتاعها بيطلع معانا اكتر واكتر، فبتدينا طعم حلو جدا وكمان ريحة جذابة جدا جدا. ابتديت اشم اهو ريحة البهارات، هايل جدا. يلا بينا بقى هنزل العدس اللي احنا زي ما قلنا غسلناه ونقعناه في ميه مغليه حوالي نص ساعه او ساعه بالكتير، ومصفيينه. هبتدي احطه، والرز كمان. بصوا الالوان تحفه، وادي الرز. وندي تشويحة، بس هحط هنا بقى الملح. يلا بينا ملح على قد كمية الرز بقى والعدس وكل اللي قدامي ده، ونقلب كويس. عايزاكوا بقى تشوفوا الالوان معانا شكلها عامل ازاي. أكلة مميزة جدا جدا، طعمها حلو قوي، خاصة كمان ان احنا لسه هنعمل لها طشة بقى بعد ما تستوي كده، فهتدي طعم لذيذ جدا جدا. التشويحة دي بقى مهمة جدا، لازم اشوح الرز مع العدس مع الخضار كويس قوي لغاية ما الرز كده يبقى زي ما انتم شايفين كده ابتدى يلمع، ابتدى يسخن، علشان ما ياخدش كمان معانا وقت في التسوية وما يعجنش مننا ابدا. زي الفل. هجهز بقى الميه المغليه، احنا حطينا البهارات، حطينا الملح، حطينا كل حاجه، فتعالوا ناخد بقى الميه المغليه. بسم الله. طيب لو انا لسه جديده في المطبخ وما بعرفش معيار الرز وما اعرفش احط قد ايه، العدس بياخد نص كوبايه، العدس بتاخد نص كوبايه رز، خاصه ان احنا نقعينها في ميه مغليه. اما كوبايه الرز لو بسمتي هتاخد كوبايتين ميه مغليه، كوبايه الرز البلدي هتاخد كوبايه ميه مغليه. فانت ابداي شوفي انت حاطه قد ايه من كل حاجه، وظبطي الميه اللي انت هتبتدي تضيفيها عليهم. تعالوا بينا بقى يلا نحط الميه. بما ان الرز كان سخن جدا والمية مغلية، فمجرد ما احطها هلاقي كل الخليط بيغلي اهو زي ما انتم شايفين كده، والدنيا تمام جدا. هبتدي بقى ايه اغطي على المجدرة بتاعتنا الجميلة النهاردة، واسيبها تغلي وتتشرب. تتشرب يعني تشد كل السوائل اللي موجودة فيها، ويبقى فيها حاجة بسيطة خالص. بعرفها منين؟ ببص كده على الحلة، ابتدي الاقي ايه نقول ايه نقر، نقول فتحات في الرز كده، ده دليل على انها خلاص اتشربت السوائل بتاعتها. فهغطي وهسيب بقى المجدرة تغلي كويس وتتشرب، وبعد كده ارجع لها تاني اقلبها تقليبة بسيطة جدا بمعلقة، طالما مستخدمة كمان الرز البسمتي، معلقة تكون فلات بالشكل ده، تقليبة خفيفة، ونهدي النار ونوطي تماما على المجدرة ونغطي ونسيبها تكمل تسويتها. تاخد في تسويتها دي كلها حوالي ربع ساعة، هتكون جاهزة معانا ان شاء الله. بينا نبص بصة كده على المجدرة الجميلة بتاعتنا، شايفين لونها؟
دي الفتحات او الحفر اللي احنا قلنا عليها هتتعمل نتيجه ان الرز اتشرب خلاص السوائل اللي موجوده. يبقى تقليبه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله على الالوان. هساوي كويس قوي وارجع اغطي ونهدي بقى النار خالص ونسيب المجدرة على نار هادية علشان تستوي. تمام جدا. المجدرة بتاعتنا اخبارها ايه؟ ما شاء الله 10 على 10. ممكن كده اخد من الرز كده وابتدي اشوف هل استوى ولا لا. تمام استوى خلاص، مش حاسه باي عقده تحت ايدي. طبعا ندوق براحتنا. خلاص كده الدنيا تمام، اقدر ارفعه من على النار دلوقتي على الفله كمان، وكل حاجه مستويه وزي الفل، الالوان تحفه. عايز اقول لكم ان مفيش حبايه لازقه في الارضيه. ما شاء الله ريحتها هايله جدا جدا، والطعم كمان بيبقى مميز. ومن الاطباق اللي نقول عليها ايه، اقتصاديه. طبعا لو عملناها برز بلدي تبقى اقتصاديه اكتر اكيد، او سعرها قليل عن المعتاد يعني، او عن باقي الاكلات. الواحد بقى يخاف يقول حاجه اقتصاديه. ننضف طبقنا عشان نبتدي نعمل الطشه ونحطها بقى على السيرفيس بتاعنا ونقدمه بالهنا والشفا. نخليه هنا. مجهزين للطشه بتاعتنا معلقه سمنه، معلقه ثوم، معلقه كزبره ناشفه، وحوالي عودين ثلاثه كده من الكزبره الخضراء المفرومه. فتعالوا بينا يلا، حاطين احنا على النار طاسه. هبتدي كده اخد معلقه سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باينه معانا الطاسه ولا نعمل ايه؟ قولوا لي. كده كويس؟ ماشي زي الفل. كده احنا حطينا معلقه سمنه، هاخد الثوم واخد الكزبره الناشفه وانزل الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما الثوم يا اما لو احنا دقينه بندقه بملح، اما لو احنا فرمينه فلازم نحط له برده ملح، هيفرق في الريحه ويفرق في الطعم جدا، خلي الطشه نفسها ليها طعم. فحطينا كده الثوم وبدانا نحمر التومه، وهنا مش محتاجين ان احنا نخلي التومه لونها غامق، عايزينها لونها ذهبي عشان يبقى طعمها حلو مش مرة. عشان كده مش بحط الكزبرة الناشفة الا لما اتأكد ان لون الثوم بدأ يبقى ذهبي ابتدي احط الكزبرة، لاني لو حطيتها من البداية ما بعرفش افرق بقى الثوم لونه ايه. فخليها دايما بعد ما الثوم يبتدي ياخد اللون الذهبي كده اهو، انزلها بقى ونسيبها كده تبتدي ايه تتحمص هي كمان وريحتها تطلع. عندي الكزبره الخضراء الطشه دي هتلاقوها فرق جدا في طعم الرز او المجدره اللي احنا عاملينها، هتبقى رهيبه. هايل كده اللون بدا يبقى تمام. تعالوا بينا بقى ننزل يلا الكزبره الخضراء. وعلى طول على طول تقليبه واحده. وتعالوا بينا يلا نوزعها فوق المجدره بتاعتنا. الريحه خطيره، يلا بينا. (تصفيق)
ريحه الطشه ما شاء الله جميله جدا جدا. ما تقلناش على الكزبره علشان تفضل كده ايه ريحتها قويه وباينه معانا، والطعم بقى تحفه. دي كده ايه المجدره خلصت معانا من الالف للياء. البصل بقى عشان يطلع معاكي مقرمش بالشكل ده، اولا لازم تقطعيه رفيع جدا، ثانيا انك انت بقى تديله رشه ملح بسيطه عشان يبقى كمان له طعم حلو، وممكن معلقه من الدقيق او النشا، وخلي بالك من الزيت ما يكونش سخن قوي قوي علشان يبتدي ايه يقعد على النار شويه فيقرمش معاكي ويديكي نتيجه هايله. طبق محترم بصراحه، شيك قوي. عايزين نظبط بقى الدنيا، تمام زي الفل.